في سوق الجمله ديال الخضر والفواكه هنا في سيدي عثمان الناس كيتشكاو من غلاء الاسعار، انت كتبيع البصله عطينا فكره. البصله كاينه عند الفلاحه ما كايناش موجوده، بالنسبه من ناحيه الماء السقي وزيادة الاسعار ديال الغازوار. وهاد البصله هذه راه كاينه من 3 دراهم حتى 6 دراهم. بالنسبه للبصله الحريف كاينه 70 كاينه 60. البصله البيضاء كاينه 50 من 50 حتى 60. هذا الشيء اللي كاين هو هذا. واش بلاد دابا كتعطي البصله؟ كاينه بلاد بني ملال وكاينه الشاويه ولاد حريز وكاينه سيدي قاسم كاينه عيل الكرمه ومراكش. وكاين البصله كتجي من قنيطره ومكناس. نعم راه هي هذيك ديال مكناس ديال سيدي قاسم. هي هذيك الكركوبه، الثمن ديالها الكركوبه كاينه 11 درهم 12 درهم في البلاصه ديالها في الحاجب وبوفكران ودرباله. هنا بشحال كتباع؟ هنا كاينه 240 260 يعني في السوق الخارج كاين الناس كيقولوا لك 15 درهم الغلا. وبالنسبه للغلاء بالنسبه للكركوبه كاين الغلاء، ولكن الغلاء في المكان ديالو. شنو هو السبب؟ السبب بالنسبة ومن السبب من عمل واش كاين الاحتكار؟ واش الناس احتفظوا بها حتى لهذا الوقت عاد خرجوها؟ كاين الاحتكار، كاين الناس الراسماليين اللي عندهم فلوس بزاف احتكروا السلعه، دخلوها عندهم ما تلاوش بغاو يبيعوها، ودابا نازل لازال الان محتكرين الناس السلعه ما تلاوش بغاو يبيعوها. الدرويش ما يعيش. ما بغاوش هاد الناس ما تلاوش بغاو الدرويش يعيش. كاين الناس دابا في مكناس ما تلاوش بغاو يبيعوا السلعه، سدوا على السلعه ديالهم وخلاو الناس كيشوف الناس كتضيع بالجوع. قالوا الشتاء ما كايناش. الشتاء قالوا الشتاء ما كايناش، نبيعوا هاد البصله لما بعناش ب 300 درهم ما نبيعوهاش. كانت يعني الحكومه وعدت الناس قال لهم يعني هاد الاسعار غينقصوا، عاد ما زادوا في رمضان. ما داروا معاهم حتى حاجه اختي، غير عطاهم غير الاقوال وخلوا الناس كتضيع بالجوع. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.